السلام عليكم ورحمة الله. لا شريك له
ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل ما ترك لنا أمرا إلا وبينا في كتابه العظيم. يقول عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء أبدا، حتى الخردلة، حتى الذرة التي هي النمل الأحمر الصغير الذي يرى صغير وضعيف مثقاله أي وزنه، ما فرط الله فيه أبدا أبدا. نتوقف اليوم مع حديث جامع عظيم من أحاديثه صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، أمته، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يحذرها وينبهها بما سيحدث لها، مش الحاصل أو اللي بيحصل قبل كده، لا، ما سيحدث، لينجيها ويحفظها بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن في المستقبل تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. حدد قضيتك. طب نشوف الحديث بقى اللي احنا هنتكلم فيه بيقول ايه. هذا الحديث اولا رواه ابن ماجه برقم 4019، يعني 4019، وصححه الالباني في السلسله الصحيحه في الجامع الصغير برقم 89 88، يعني بتاع 3848 رقم الحديث، وصححه في السلسلة الصحيحة بعد الجامع الصغير برقم 146، وذكر ابن الحاكم في المستدرك في المجلد الثاني صفحة 126، يعني ده تخريج الحديث الصحيح. يقول الحديث، يقول سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسيدنا عبد الله ده النبي صلى الله عليه وسلم سماه ايه؟ شيخ الصحابه. شيخ الصحابه يعني فقيه، كان يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بألفاظ. فيقول على ايه؟ على ابن عباس، يقول عليه ايه؟ ترجمان الامه، حفظ الامه، وترجمان القران، بترجم القران. كان لغة، يقول عليه حبر الأمة وترجمان القرآن، ويقول على أبو عبيدة عمرو بن الجراح أمين هذه الأمة، تستأمن على أي حاجة، ويقول على عبد الله بن عمر شيخ الصحابة، يعني يعلم أبوه ويعلم أي صحابة شيخ. وهذا من ادبه ووعيه وعطافته صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر بن الخطاب ماذا قال؟ كان في المدينه المنوره بعد الهجره، فقال: اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. وفي فرق بين انك تروح تسال الناس على بدن وواحد ساكت فيجاوبك، وفي فرق بين ان هو يقف يحذرك، وفي فرق ان هو يقبل عليك ويخطب ويتكلم، يبقى الامر جلد قوي خطر. يعني الوضع مش وضع نصيحه عادي او سؤال عادي، ده وضع كارثه يحذر منها. من امتى؟ من 1430 سنة. 1430 سنة بعد الهجرة 5 سنوات، مش وقت. ماذا قال؟
يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. يتعود النبي صلى الله عليه وسلم ان المهاجرين او المسلمين دول يدركوا الخمس خصال دول. يا رب ما تحصلوهمش وصلوا كاملين مأهولين. اول نقطه هنقف عندها كتير قوي في الخطبه. قال: لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيه الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مروا. ثاني: لم تظهر الفاحشة اللي هي الزنا والرواط لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، يعني تنشهر وتذاع وتعرف وتعلم، إلا هي واحدة بس تظهر فحش. خد بالك، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي الأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبل. نقف هنا ونسيب أربعة تانيين للآخر. الايدز مرض العصر، اخطر مرض على سطح الكره الارضيه. لا احد يخترع لك اختراع لك بيعالجوا الايدز. قول له: لا، ده مرض تهاوي مش مرض فطري، ده جاي من فوق بامر، ده شغال بالايدز. من انت لتقول لي عالج الايدز؟ اصلا مش عارف تعالج الفيروس اللي في الوزة اللي بتجينا كلنا في الصيف او في الشتاء، ما بتتعالجش. حضرتك بتاخد لها ضربة حيوي، هي موجودة بتمشي بمدامها زي ما حد بتوع الدقة او اربع او خمس دقايق بتوع حسب حد. تقول لي بعالج الايد يا حضرتك؟ نقول له لا. طيب، الولايات المتحدة الامريكية تعداد سكانها 320 مليون حسب اخر احصائيه 2015 مات شهر مات. 320 مليون اكبر عدد سكنات مصابين بالايدز. شوف فين وهقول ليه. انتبهوا، لان الخطبه دي استثناءات والكلام ده استثناء مش هنعيده تاني. 320 مليون امريكي عدد سكان الشعب الامريكي، فيهم 17% مصابون بالايد. كل 100 شخص فيهم 17 شخص مصابون بالايد، اعلى رقم فوق سطح الارض. ثاني اعلى دوله فوق سطح الارض مين؟ لندن، المانيا، الصين اللي بيعملوا النار والشمس والبقرة والبودة؟ لا. اليابان؟ لا. المجوس والهندوس والسيخ؟ لا. أنا ما بقولش من عندي، أنا بقول أرقام وبسجل، واللي عاوز يسجل يسجل. 320 مليون امريكي مصاب منهم 17 مليون حتى اخر احصائيه اخر 2015 الصحه العالميه. اعلى نسبه. ثاني نسبه فين؟ في ايران. الله اكبر. نحن امه يجب ان تعترف بكل شيء حتى تعالج اي شيء. 15% وفقا لما قالوا شوكت صداقت وزير الصحه الايراني اللي قالوا في شهر يناير
بلغوا 15% من الشعب الإيراني مطابون بالإيد. ليه؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فجا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الفاحشة الزنا والمواط زواج المتعة. ليه المرأة لم يحل لها انها تتزوجني وتتزوجك وتتزوجه وتتزوجه مع بعض اربعة، بينما الرجل يتزوج اربعة والمرأة لا تتزوج الا واحد؟ لماذا؟ حماية من ربك لحضرتك وحضرتك وحضرتك وحضرة المجتمع الاسلامي والانسان. ليه؟ لان المرأة حاملة مستقبلة للنطفة او للسائل، فهي التي يوضع فيها هي الاناء، فاذا ما استخدمت اكثر من رجل قد يكون مصاب فيصيبها بهذا. لكن الحماية انك لما تعطي في اكثر من اناء انت فرد، لكن هي لا تستقبل حتى لا تضيع الانسان وحتى لا تدمر الصحة. الصحة للمرأة وللرجل وللمجتمع. يقوم كمان من ضمن الذين يمرضوا بالإيدز وهم ما لهمش ذنب، طفل مولود عنده إيدز، نقول له من إيه؟ يقول لك إما إنه أمه باغية عاهرة داعرة خرجت على إجماع كلام ربك وبقت تستقبل اكثر خلاص مش زور تستقبل فريق، فيقول يولد الولد كده او ان ابوها اب نورمال شد. الله اكبر. حماية من ربك. حماية. 17% من الشعب الامريكي مصابون بالايه؟ تاني دولة على مستوى الكرة الارضية ايران 15%. مصر مش على الخريطة بفضل الله. دكتور عادل العدوي وزير الصحة قال في تقرير رسمي أقل فيه 4,325 حالة إيدز في مصر، تعداد سكاننا 90 مليون. لما يبقى هم 4,325 يبقى الحمد لله احنا لسه بخير برضه قوي. ليه؟ الدين يا مولانا، الخوف يا مولانا، الحرص على الشعائر يا مولانا، الصدق يا مولانا. لكن 73 مليون تعداد سكان ايران، 73 مليون وفق اخر الاحصائيات، ويبقى عنده 15%، ده انت مش محصل ربع من 10% بفضل الله. ليه؟ لانك لسه عندك وازع من دين وشعيرة من ضمير وحرص بيقين. الايدز يا سيادنا، الايدز يا سيادتنا، 15% ايران تاني دولة في العالم، 17% من افراد امريكا مصابون بالايدز، مصر خارج الحسابات 4,325 حاله فقط، وان شاء الله يعني ايه ما يزيدوش. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في الايه 159 من سوره الانعام؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. 159 الأنعام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يا محمد يا ابن عبد الله بشيء.
النبع أرضهم إلى الله ثم ينبئهم يوم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أي يوم القيامة. يقوم رد عليهم في الآية 21 من سورة الشورى كمان يقول لهم إيه؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. بتقولوا منين الكلام ده؟ أقول لكم بقولوا إيه؟ فتاويهم ونكمل هنضرب مثل بخمسة طالما الحديث فيه خمسة. إمام الخميني بيقول في كتابه سر الوسيلة صفحة 241 في المسألة رقم 11 بيسأل عن جواز الوضع في الدبر. قال المشهور عندنا والأقوى أنه جائز ولكن بيرضى الزوج. ما مش رضى ربنا، ربنا مين يا عم؟ طالما الزوجة واثقة مفيش حرج. أبا الخميني واحد خذ الفتوى الأخرى. إمامهم الخوئي بيسموه زعيم الحوزة الدينية سماحة المسوي الخوئي. ماذا قال؟ لا وقال في ايه؟ كتابه اسمه ايه؟ منهاج الصالحين قسم العبادات. منهاج الصالحين قسم العبادات ماذا قال؟ إن الوطأ في الدبر الوطأ يعني جائز شرعا مع أنا في حياتي ما شفت أغرب ولا أقدر ومش عاوز أقول أوسخ من هذه الفترة. إن الوطأ في الدبر جائز شرعا مع الإنسان أو البهيمة أو الموتى فاعل أو مفعولا به. شواذ رزق فاعل أو مفعولا به. شوف الآن اللي جاي يعني قرار جوازه مع البهائم والصحيين والموتى والغيره. وايه كمان؟ ولا يبطل الصوم اذا قصر به التفخيذ يعني مش علاج. واذا اولج عن غير عمد في احد السبيلين الفرجين قبل او دبر فلا يبطل صيامه. ترى مش عارف هو في حال التفخيد انا اسف فلا حرج. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. امال ليه تاني دوله في العالم وتعداد سكانها 73 مليون يعني امريكا قدها اربع مرات وشويه. بقول لك الصين مش قدهم. الهند الخبز قاره والتوت قاره والضب قاره مفيش. لماذا؟ للجزئيه الشرعيه الدينيه. يبقى نقول والمصري والخميني وعلي خميني
وروحاني مش الرئيس شيخ تاني اسمه الروحاني. كل هؤلاء مفتوا بجواز الجنس في الدبر ذكر او انثى، فاعل او مفعول، ميت او حيوان. طب هو طبيعي يا كابتن انك هيبقى اعلى نسبه ايه؟ ده هيصعبوا امريكا لسه هيعلوها. ودلوقتي عارف انت بتقول لك عاوزين زياده عدد السكان، هو انت لما هتزود سكان طب ما انت وقف زواج المتعه، وقف معصيه ربنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم لسه قايلها في الحديث، خمس خصال اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركهن: واحد، لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون اللي هو الموت، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. الدموع قبل كده ما شافوش الابرار، القادمين هم اللي شافوها بس. ابرار ما كانتش متحدثه في العصور القديمه. كذا. لو رجع تطير في هذه النقطه حتى نقف الى النقاط الاربع، لكن انظر وباء الفاحشه هو الذي يصنع لنا ما بايدينا. ما تقولش ربنا جابه ايه، هو اللي جاي من عند الله، لا ده احبار تعقب في الدنيا. فربنا بيقول في الايه 21 من سوره الشورى ايه؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم إن الظالمين لهم عذاب أليم. إيه كلمة الفصل؟ إن ربنا قال أنا هأجلكم ليوم تشخط فيه الأبصار، مش حاسب حد في الدنيا. يعني الواحد يكبر ويموته على طول هيخلص الباقي كلها في ساعة. فقال لك لا أجل. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. اللي هم بيخترعوا شرع الدين. قال لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك يجي في الآية 41 من سورة الروم يقول لك إيه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يمكن يرجع. سورة الروم عجيبة، 60 آية ونزلت في مكة قبل الهجرة. مضطر أقف مع أول خمس آيات في ثانية. ربنا بيقول إيه؟ ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يا سلام. في ايه؟ الايات دي باختصار كانت الروم لانها مرتبطه بايران مرتبطه بالفرس فلازم اقف عندها غصب عني في دقيقه. الروم اهل كتاب اللي هم ايه؟ اللي هم النصارى اخواننا اللي سامعيننا دلوقتي. اهل كتاب. لكن الماجوس اهل ايه؟ مشركين يعبدوا النار، مشركين مع الله. فالفطره الاسلاميه عند الصحابه لما حصلت الحرب بين الفرس والروم فاحنا رغم ان هم برضو اعداء الاسلام بس المسلمين بفطرتهم الطيبه قالوا يا رب اهل الكتاب اللي عندهم كتاب بتوع عيسى يكسبوا المشركين اللي بيعبدوا النار والبار والحاجات دي. المجوس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الف لام ميم غلبت الروم. الروم خسرت في المعركه دي. وهم من بعد غلبهم هيغلبوا تاني. شوف الـ شوف الـ شوف بقى ايه دي بقى ايه؟ دي معجزه من معجزات حبيبك صلى الله عليه وسلم. الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض. ادنى الارض دي بيقول عليها علماء الجيولوجيا وبيقول عليها علماء الطبيعه وبيقول عليها علماء الجغرافيا. ادنى يعني ايه؟ يقول لك ابنه مني وحاجه ثانيه ادنى تحت.
فيقول لك ايه؟ ان ادنى المكان اللي حصل فيه المعركه في فلسطين ادنى المكان للامه العربيه اقرب. وتفسير تاني يقول لك عند القرطبي ادنى الارض، يعني اكثر مكان منخفض في الارض في الكره الارضيه. تقول له ازاي؟ يقول علماء الجيولوجيا يقول لك ايه؟ ده تحت الارض ب 422 متر. اقل مكان فوق سطح الارض منخفض. شوف ربك. ده قرار ربنا اللي خلق الارض وعارفها ويقول لك دي ادناها ودي اعلاها ودي كذا، عشان تتاكد ان حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وانه ما ينطق عن الهوى وان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوه، مش جايبه من عنده، جبريل جابهوله شديد القوه من الله عز وجل ليبصرنا. تاني نقطة هنضطر نفرد بسرعة على أربع نقاط الباقي عشان وقت حضراتكم. تاني نقطة بيقول إيه؟ وما مقص الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. تقلب في الميزان وتقول اصل معلش بقى الظروف والحكايه وتقعد تخترع، وكلنا بيعمل كده الا من رحم ربك، خصوصا الاخوه اللي بيبيعوا ويشتروا وبيتاجروا في كل حاجه او في اي حاجه، يقول لك اقلل شويه من الوزن، زيد شويه ما اعرفش ايه، حط يعني معلش يا ابني اصلهم ما بقوش كذا، اصل معلش هعمل ايه يعني يا ايه؟ لا تعمل. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول لك كلام حلو يا ابني والله، بس اسكت الواقع مالين والظروف ربنا اللي يعلم بيها. طب ما هو اللي عامل ده وحاطط لك منهاج اهو، انما حضرتك وحضرتي ربنا اللي يعلم بيه. وما نقصوا الكيل والميزان بس الا ثلاثة، اخذوا بالسنين زي سنوات يونس، وشدة المؤونة زي عامل مداعب لسنة عمر، وجور السلطان عليهم يولع فيهم ويحرقهم ويموتهم ويبهدلهم. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروني. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعبدون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. واصلي واسلم عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا. النقطة الثالثة، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منع القطرة المطر من السماء. بس كده؟ لا لسه. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. قاسية قاسية جدا. حضرتي وحضرتك نكرم ونأكل ونشرب ونزرع عشان قطر البهائم، مواشي الأربع القطع اللي بنضربها في الرتعه في الحمل وانا فلاح. يعني البشر انخفض وانحضر مكانه
قال لك نعم. قال لك ازاي؟ ده انت الحديث ده مش موجود يا ابني. ايه ده؟ النبي الايه رقم 179 من سوره الاعراف هتدي لك حقك وزياده. بتقول ايه الايه 179 من سوره الاعراف؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. يبقى حديث صحيح يا مولانا؟ فعلا حديث صحيح. الآية واضحة 179 من سورة الأعراف. ناس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا، مش قليل، كثير. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يبقى هيدخلوا جهنم دول يا رب لهم قلوب بس ما بيفقهوش بيها. رعبا ران على قلوبهم. ولهم عيون شايفين ولكن لا يبصرون بها ولهم اذان ولا حق نعم لكن لا يسمعون بها لكلام الله لكن يسمعك وانت بتتكلم. من هم دول؟ اولئك كالانعام بس لان لك بل هم اضل كالحمار يحمل اسفاره بقى اضل. يبقى يمطر من اجل الحيوان؟ قال لك نعم. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وما نقضوا عهد الله الرابع وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. والخمسة وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى أو يتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. ولكن الأمة فتنة. الإخوان رايحين في السيف. السياسة ماسكة بعضها، البيت في بعضهم بيتخانقوا مع بعض. خمسة ستة كل واحد له اتجاه. اللي قومي واللي سيسي واللي اخوان واللي ضرب واللي مختلف واللي مش مختلف واللي وسط وكلهم بيحبوا مصر. بس زي ما بقول لك اللي بيحب مصر ما يضربش نار، اللي بيحبنا ما يضربش نار في الفرح ده. اللي مول المسلمين ما يبقى ما ينفعش. فانت انا ما بتكلمش باي توجه من اي حد ولا انا مش انا اللي بيمشي عليها قرارات توجه. لكن نتكلم في شرع الله ما ينفعش تبقى بتضر بلدك، بتضر دينك، بتضر ناسك، ما ينفعش بأي حال من الأحوال، ما بقولش أي حد، لكن بقول لك في فرق وفي تناقض. ليه؟ عشان أئمتك ما حكمتش بكتاب الله. وفي كارثة، ليه؟ عشان ما بتطبقش شرع الله، وفي المصيبة بتفطر عشان البهائم عشان بتمنع الزكاة. وفي مصيبة تانية بتاخد في الموازين وفي الكيل والميزان عشان كده بتشوف أيام أسود من اللي أنت متصورها. وبيجي لنا أمراض ما حصلتش في التاريخ السابق. أيام أجدادنا، أنا عندي 55 سنة، شهر رايح جاي يبقى 55 سنة بإذن الله. ما شفتش وانا صغير اقصى حاجه اسمع عنها كانت امي تقول عندي شويه سخونيه. ايام زي ايام 36 وبتاع لما جت الكوليرا بيحكوا عنها امي والناس دي، دي كانت حاجه نادره. لكن النهارده يقول لك فشل الكلوي، الكبد الوباء، الايدز، السفلس، السرطان، السكر. ايه يا جدعان ده؟ ايه اخواننا كلنا ده؟ قال لك ايه؟ ظهر الفساد اللي لسه قايلين من شويه 41 من كل ظهر الفساد بالبر والبحر
بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الوعي إخواني الأفاضل، الوعي أنصحكم وأنصح نفسي قبلك بالحفاظ على هذا الحديث وحفظه ووضعه نصب أعيننا لكي ننجو من هذه البلايا والرذائل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ أمة محمد أجمعين. اللهم نجنا من الكوارث والوباء والبلاء والزنا والمنكرات والمعاصي. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وانصر اللهم هذا الدين. اللهم احفظ المسلمين في سائر بلاد الأرض وفي مشارقها وفي مغاربها. اللهم ورد عطاءها إليك ردا جميلا. اللهم وارحم رحمة واسعة. اللهم وأدركنا وأغلق علينا برحمتك. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وانصر هذا الدين. اللهم اجعلنا هداة مهديين نعمل بشرعك أجمعين إلى يوم الدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.